لا 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جدعان؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جايبين فيديو جديد ومختلف، لان في الفيديو بتاعنا النهارده المسبح بتاعنا اللي احنا بنعوم فيه دايما اتخرم. ايه اللي خرمه؟ فالفيديو بتاعنا النهارده احنا هنصور تحدي، اللي هيلاقي الخرمه هيكسب 10,000 جنيه، 5 كاش و5 فودافون كاش. ومعانا اول واحد في التحدي عزت وعبد، وتاني واحد عبده وعزت. اعمل ايه؟ عزت من القلب اعمل ايه؟ طب يا عماد انت ادام انت اللي عامل الجايزه، لو انت كسبت انت هتاخد ايه؟ انا مش هاخد حاجه، بس يعني ايه، فلوسي هتتعام في جيبي، وهيكونوا لقوا الخرم بتاع المسبح بتاع المخروم، يعني فاهمين؟ فهيكون مصلحه ليا يعني اللي هم لقوا الخرم عشان اعرف اسبح الخرم. ده انا ما لقيتوش هعمل خرم جديد عشان اكسب ال 10,000 جنيه. لا يا حبيبي، ما هيكون في كاميرا بتصور وانت بتدور على الخرم عشان نشوف لو واحد فيكم هينصب، لانكم انتوا الاثنين نصابين اصلا. تعالوا يلا نبدا فيديو النهارده وما نضيعش وقت كتير، ونشوف هنعمل ايه في فيديو النهارده. بس قبل ما نبدا اي حاجه، المسبح اللي انتوا شايفينه ده هناخده وهننقله للاوضه اللي انتوا شايفينها دي عشان نصور فيها تحدي النهارده. التحدي هيبقى ممتع جدا، تعالوا ما نضيعش وقت كتير ونبدا في التحدي. ليتس جو. دلوقتي زي ما انتوا شايفين كده انا مشغلهم الاثنين عندي. انفخوا كويس، انفخوا كويس يا كلاب، انفخوا. تيجي نشيلوا الريفر راس بتاعه. انفخوا عشان خاطر ال 10,000 جنيه. لما تشغل انفخوا. ده انا اللي مديهم مكافاه 10,000 جنيه، لان انا واثق ان هم مش هيلاقوه. انفخوا ياض منك ليه كويس. انت عامل السشوار ده بكام يا عز؟ طب خلاص الراجل ما اتكلمش مع امي يعني. لو حصل 10,000 جنيه، لو حصلت ولعتني كام امه انفخك. بصوا بصوا الفلوس عامله ازاي. يعني انت مش عارف. الحمد لله انا بجد. عشان الكهرباء اشتغلوا حلو. قال اشتغلوا حلو. قال منك ليه؟ ولو انتوا نفسكم يا جماعه تشوفوا اطفال متشرده، تعالى موريكم. معانا اول واحد محمود واودي، طفلين متشردين. ومعانا اميره ولندا، بنتين متشددين برضه. بيلعبوا دول مصارعه ولا كاراتيه؟ ده مش فاهمين حاجه. يلا. المشكله في الموضوع يا جماعه هي الطبقه الثالثه اللي انتم شايفينها دي، هي دي اللي فيها المشكله وفيها الخرم. هما بيعملوا ايه ده؟ حاول انا ادور على الخرم كده يا جماعه. هما بيخوفوا ايه ده؟ لا 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 شلو. يلا شلو شلو. في فلوس، في فلوس. لا 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 افتح يا اسطى. خش 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 بسرعة، خش بسرعة. لا لا انت بتعمله ايه يا جدعان؟ بعيدا يا جماعه عن العيال اللي مش محترمه ديت، احنا هنثبت الكادرات واجي لكم. بصوا يا جماعه عيال مش محترمه جدا، وقت الادب فثبت الكادرات بسرعه. ودلوقتي يا جماعه زي ما انتم شايفين كده احنا ثبتنا ستاند هنا، والتصوير الباقي هيبقى ورا. احنا دلوقتي هنعمل كلوبامي على الابدا الاول، وكل واحد هيبقى ليه 3 محاولات بس، كل واحد هيبقى معاه دقيقه واحده. الطاير هيبقى شغال بره. اللي الاول واللي تيجي الاخرى يلعبوا ورا حجر ورا. ماشي يلا. مساعد حجر ورا مصر، حجر ورا مصر. ماشي انا الاخير يا جماعه. عزت الاول، عبده تاني، انا اخير. يلا بينا نبدا. ودلوقتي زي ما انتم شايفين كده عزت جوه بيدور على الخرم، احنا دلوقتي هنشغل تايمر لمده دقيقه واحده اللي هي مع عزت بس. يلا يا عبده. 1 2 3 بدانا التايمر. ابدا يا عز. ابدا. هو بيخرموا اصلا. شكله يا جماعه بيخرموا عشان ياخد الفلوس. حد يساعدنا يا جماعه، كل واحد يا جماعه معاه دقيقه واحده بس. هو كمان ايه؟
انا تمام عليك. كله 5 ثواني باقي 5 ثواني لعزت. يلا 4 9 بس كفايه والله والله كفايه. ليه بقى؟ يلا خلصت لا ما خسرتش لسه معاك محاولتين كده. انت خسرت اول محاوله. تعال عليا الدور دلوقتي يا جماعه. كده عزت خسر اول محاوله. دلوقتي عبده اللي عليه الدور. جو 1 2 3 اشتغل يا عزت. ابدا عبدو متخصص اخره. نجيب انا بقول ممكن عبدو يجيب. احنا هنا مش هنلاقي مثلا في الجوين ده، ممكن يكون معروف بالسطح او من حاجه. احنا هندور يعني حاجه 10,000 برضه مبلغ كبير يا جماعه. دولت 5 كاش و5 هيتباعوا في فودافون كاش. للي يكسب للي هيلاقي الخرم. هو التحدي النهارده هيبقى ممتع وجامد جدا. يلا 6 3 4 2 يلا. ايه ايه جاب دقيقة. جو جو. خلاص وانت نصابين ولا انت جاي؟ والله انا خدت اصلا من 3 ثواني زيادة. زي ما انتم شايفين عبده كمان فشل لحد النهارده. انا اللي جه عليا الضوء وانا اللي هلاقي الكور. خد يلا بينا. 1 2 3 ابدا يا عماد. بصوا يا جماعه انا مش هتعب نفسي، انا هخليهم هم يدوروا، لان بصوا هو كده كده محدش هيلاقي الخرم، لانه هيبقى خرم صغنون خالص، فمحدش فينا كلنا هيلاقي، فانا هقعد اريح ظهري عقبال اما الدقيقه بتاعته تخلص. بص هنتفق اتفاق بنعمل دي قد بس الكاميرا. لو ايه؟ لو لنا انت لقيت 10,000 جنيه انت 5 على 5. انا كده كسبت ايه بقى؟ ما انت 5 وانا 5. يعني انت لو كمان كسبته يبقى انت 5 وانا 5. انت بص انت هتبدا تدور في حته واحده. ماشي. وانا انت تقوم عرفني بقى حته عشان انت دورت فين؟ دورت فين المره دي؟ انا دورت في الحته اللي شفت السطر اللي فوق. بس انا خايف لو دخل عليا يشوفوني نايم، فبالتالي هم هيناموا وانا عايزهم يدوروا عشان يجيبوا لي الخرم. واحد. استنى. الدرو عايز رجلي تخطفه. ايه؟ يلا. دقيقة. استنى. عزت اللي عليه الدور. ودلوقتي يا جماعه جه دور عزت. هنبدا له التايمر الوقت ونشوف هل هيلاقيه ولا لا. 1 2 3 التايمر بدا. ابدا. انت كنت يعني عامل فكره حلوه. لو انا وانت هنضرب تمام. لو انت لقيت الخرم تديني 5000. بس ودي خلي معاك 5. وانا لقيت الخرم هاخد منك 5000 واديك 5. وانا وانت هندور في نفس المكان. تمام ماشي. عبد الرهان كلام رجاء. خلصان. خمس ثواني لعزت. 4 3 2 1 اكسر الباب. ايه هنجيبهولنا. هنشغله يا جماعة تايمر وقت. 1 2 3 خبط عليه قول له.
تتوقع عزت عبده هيلاقيه؟ هيلاقيه. انت في ايه الثقة اللي فيك دي؟ هيلاقيه. اصل ما لقيتوش يبقى هيلاقيه. يا سعيد طب وانا يعني؟ لا لا طب وقف الوقت طب تهزر والناس اللي مننا ايه كده عايز اتصور بس كده ودلوقتي شو شوف ده ده ودلوقتي زي ما انتم شايفين كده يا جماعه عبده كسب التحدي وخد 5000 جنيه كاش والباقي هبعته له فودافون كاش. مبروك عليك يا عبده التحدي. دلوقتي يا جماعه ال 5000 الباقيين هبعتهم لعبده فودافون كاش. ها هبعتهم له فودافون كاش. ماشي ماشي صن اتفق. يلا يا جماعه عليا العوض في التحدي النهارده. والله ما كنت متوقع اطلاقا ان حد فيهم هيلاقي لان هو اخوه صغنون خالص قوي بس قوي. وهنا يا جماعه بقى وصلنا لنهايه فيديو النهارده وزي ما انتم شايفين كده عزت يا جماعه بيعيط عشان خلص. لا يا عم انا فرحان. انت فرحان؟ متاكد انك فرحان؟ مفيش الكلام ده شاهدين علينا. ماليش هذا انا مالي انا شاهدين علينا. ايه ده وانت منصص معانا احنا الاثنين؟ مع اخويا اسالهم هم يقولوا شاهدين. ايه اللي بيحصل ده يا جماعه؟ والله شاهدين. والله الناس شاهدين. انا لقيت الخمس سنين بتوعي في الخمس. ماشي وانا ماليش دعوه. هبعتهم لك فودافون كاش. هبعتهم لي بقى فودافون كاش. ماشي. وهنا انا بقى وصلنا لنهاية فيديو النهاردة. ما تنسوش لو عجبكم فيديو النهاردة اللايك والكومنت والشير واللي ما اشتركش في القناة ينزل دلوقتي يشترك في القناة ويفعل زر الجرس واستنونا في كل الفيديوهات الجاية.